نحن من اول لحظه عم نقول هودي اللي اجوا لازم ينعملوا بمخيمات على الحدود تحت مراقبه الامم المتحده. لما الحرب اليوم وقفت وصار في مناطق امنه كان عند المعارضه او عند النظام لازم عوده هودي اللاجئين، ونحن طلعنا كتكتل قدمنا عريضه نيابيه الى رئيس الحكومه تطالب بنزع صفه اللاجئ عن هؤلاء السوريين المتواجدين لانه هودي بطلوا لاجئين. وذكرنا انه لبنان ماضي اتفاقيه مع بين امن العام اللبناني واليو ان اتش سي ار بال 2003 انه لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. ذكرنا انه نحن ما قادرين بقى نتحمل ناس عم بيخالفوا القوانين، يعني نحن عم نقول بس طب القانون. وكمان نحن باكثر من دعوه عم نقول للسلطات المحليه كمان قوموا بواجباتكم، لانه اليوم واضح وحاولنا كثير باكثر من عاصمه قرار ورفعنا صوت وبعثنا رسائل وطلبنا بهذا الملف، حسينا انه في بعض يعني الدول الغربيه عندها نظره مختلفه حول هذا الموضوع، واختلاف النظره اوقات ما كان عم بيكون بس بالشق انه ما معكم حق كلبنانيين، بس بالشق يلي له علاقه بسوريا تحديدا، لانه الحقيقه يا ريمان انه بشار الاسد لا يريد عوده السوريين لبلدهم. مش بس الرئيس، وانا بدي اقول لك شغله، كل المجتمع، لا رح اقول لك شغله، يعني ما عمل خطوه وحده، وانا بتمنى من حلفائه بلبنان يلي بيجاهروا بالصداقه عمل نوع من العفو. لا 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 اعطيكي مثل بس شغله، موضوع التجنيد الاجباري هيدي النقطه يلي نحن عم نلاقيها انه بس اذا هيدا النظام بيقوم بيعمل هيدي النقطه إزالة التجنيد الإجباري مئات الآلاف اليوم بيرجعوا على سوريا. طيب. بس اليوم لما نحن بنجي بنقول لهم بس خليني كفيلك، خليني كفيلك، نحن عم نقول بدنا نطبق القانون بالداخل، يعني اليوم يلي موجود بلبنان فايت خلسة لازم يترحل، يلي ما عنده إقامة عمل ممنوع يشتغل، يلي قاعد يفوت ويطلع إيه يلي عم يفوت ويطلع ممنوع يرجع، يلي راح انتخب بالسفارة السورية انتخبوا 192 ألف شخص كمان هولي بطلوا يعني عندهم مشكلة يرجعوا على بلدهم. وبالتالي اليوم بشكل واضح وصريح هذا الملف بده قرار سياسي، ما حدا يكبوا عنا، نحن منا بالحكومة. هل توافقون نحن على اليوم تنسيق اليوم مش بس أمني، الأمني موجود سياسي، لكن لقلك شغلة، للأسف أنه في ناس بدل ما تشوف خطورة الوضع القائم جراء الوجود الفوضوي للسوريين في لبنان والتدفق يلي عم بيصير اليوم، بده من هيدي الشغله يجي يقول لك بدي استفيد منها لروح اعمل تطبيع سياسي مع النظام. ما بدهم حدا، ما حدا بده يحل شيء، ما قادرين نحل هيدا الملف، ما حدا بده يحل شيء. يا ست ريمان، لك هيدا زر للرماد بالعيون. في ازمه واضحه المعالم، في قانون واضح، في قرار سياسي بدها تاخذه الحكومه، بدها تاخذوا الاداره السياسيه المتمثله بالحكومه، ما بقى نكذب على حالنا، في قوى سياسيه اليوم ارتضت انه تروح تفوت على الحكومه تعطيها الثقه، هيدي القوى السياسيه ما فيها تهرب، هل ما فيها تهرب نحله بلا ما نحكي مع السوري؟ ولك حكومه مش قادره تلاقي توحد بس رؤيتنا، بس هيدي النقطه هل قادرين نحل هالموضوع بلا ما نحكي مع السوري؟ ما عم يحكوا مع السوري، ولك شو ناطرين يحكوا عن السوري؟ طالبين منا، طالبين منا يعني براءه ذمه ليطلعوا يحكوا. بس هي الحكومه صار في زلزال بحلب من سنة، طلعوا كلهم صاروا يعملوا زيارات بالشام، يا عمي كان في تضامن انساني، شو ضامن؟ يعني مش اخذين معهم شرشف، مش اخذين معهم حرام، راكدين بدهم يطبعوا، بدهم ياخذوا الرضا، بدهم يبوسوا ايدين، راكدين وفود يطلع وفد ينزل وفد. اللي طلع يا اصلا جماعة، هو حليف سوريا، اللي طلع اصلا عم خبرك انه هول الجماعه اللي عنا لك لا بدهم يرجعوا النازحين ولا بالهم شو بيصير بلبنان، هول كل همهم استرضاء النظام واسترضاء فريق الممانعه تيبقوا مكتسباتهم بالحكم بلبنان موجوده، وما حدا يكذب على اللبنانيين اكثر من هون. انا بدعي البلديات خذوا موقف، قانون البلديات بالمواد 74 و76 بخليكم تعملوا تنظيم خاص لاي موضوع بتلاقوه موجود بضيعتكم مستجد ببلداتكم وبمدنكم وبقراكم، طلعوا عملوا تنظيم خاص، طبقوا القانون. نحن ما عم نحكي لا تكونوا عنصريين ولا تكونوا غير انسانيين،
ومش مطلوب منكم تعملوا شيء خلافا للقانون. البلديات كمان بحالتها الطبيعيه يعني قد ايه قادره كمان طبوا القانون، كل ما نحن ما عم نطبق القانون، كل ما نحن خايفين واحد يزعل بقلب الضيعه لانه مأجر جراج ب 50 دولار وب 100 دولار، وطالما عم بحكيكي مثل ما هن ما عم بحكيكي لانه انا اليوم على الاعلام، عم بحكيكي بحرقه من القلب. اللبناني اذا ما بده يخاف على بلده ما بقى يقول في سياسيين مقصرين، لانه السياسيين بيجوا من الناس، الناس يلي انتخبتهم لهالسياسيين، وكما تكونون يولى عليكم. روحوا بقى انتفضوا، وبدعي كل الهيئات البلديه لانه هن السلطه اللامركزيه، هن السلطات المحليه، خذوا المبادره اذا دولتكم متقاعسه، اذا دولتكم عم تقايد على هذا الملف. ما بنسمع صوت الحكومه بيعلى الا لما بيقرب مؤتمر الدعم، الا لما بيجي مؤتمر بروكسل تطلع هالموضوع بيطلع على السطح لمزيد من الابتزاز ليجيبوا مصاري. يا ريت عم ناخذ هالمصاري النهار يلي بيخلص المؤتمر بترجع الامور طبيعيه.